كل الشغل اللي اشتغلته سواء كان مع مطربين أوروبيين أو مع مطربين كنديين أو أمريكان، الكل عرفوا هذا الشيء من البداية وحبوا إنه يضيفوا هذا الطابع. قالوا لي إنه هو طابع غريب ما سامعي من قبل، وشيء الإذن الأوروبية والأجنبية ما متعودة عليه، بس كلش محبب وقريب للنفس. فهاي الفكرة هي اللي بدأت بها، ما همني سواء كان هيب هوب أو حابة أسألك، يعني أنت مو منطقة واحدة، ولكن مرة غنيتي ويا الجاز والميكس ويا الأغاني العراقية، ومرة الهيب هوب، ومرة عملتي ريميكس، يعني هناك تنوع أيضا. فهل هي كانت هذه فكرتك أم أنه حتى توصلين لأكبر عدد من الناس؟ أبدا، اللي حبيت أوصله بس أنه الغناء العربي والغناء العراقي هو الأصل لكل أنواع الغناء اللي طلعت بالعالم. فلما طلبوا من عندي قالوا لي شنو هو الطابع، طابع الغناء مالتي؟ قلت لهم أنا طابع الغناء مالتي العربي والعراقي، فما يهمنيش مكان النوع، راح أكون مستمرة أغني بالعربي وبالعراقي. يمكن أدخل كلمة كلمتين أجنبي، أو ممكن أغني مقطع أجنبي، بس راح أظل على العربي والعراقي. طيب أي الأغنيات العراقية اللي حرصتي إنه تقدميها؟ عفوا، الأغاني العراقية، هل يعني قدمتي أغنيات الوالدة أم اعتمدتي أغاني أخرى من التراثية؟ اللي سويته إنه أخذت شوية أفكار من البيئة اللي أنا كبرت فيها، سواء كانت الأغاني اللي ماما كانت تغنيها، أو سواء الأغاني العراقية اللي سمعناها، ناظم الغزالي، القبنشي، أخذت هذا الطابع وكتبت أغنياتي على نفس هذا الطابع. إذا تسمعين الكلمات عراقية صرفة، بس شوية يعني مخففتها حتى العالم العربي هم يقدر يفهم. ما أخذت أغنيات غيري، بعدني ما غنيت أغنيات لشخص قدي. طيب الأغنيات الحديثة العراقية من يعجبك تسمعين؟ بدي أحاول إنه أظل باستمرار وأسمع للمطربين اللي طلعوا، ما شاء الله عندنا مواهب رائعة إحنا. بس يعني كنت أسمع مثلاً لكاظم الساهر فترة طويلة، صرت أسمع الجالي، صرت أسمع يعني ما شاء الله، شكر خاص لقناة الشرقية اللي تخلينا دائماً على تواصل باللي بيصير، سواء كان ويا الطرب العراقي أو الطرب العربي. بس حالياً دا أسمع الماجد المهندس والجالي. ماجد المهندس والدالي. دالي قدمت أغنيات للوالدة، وكان الوالدة يعني وجهة نظر فيها، أنت شلون شفتيها؟ أعتقد كانت مفاجأة حلوة بالنسبة لنا، لأنه لما تفرجت برنامج جنود السيف وشفت الأغاني وطريقة الأداء كانت كلش خفيفة الدم، ويعني وصلت بسهولة تدخل على القلب مثل ما يقولون. وايضا تعرفنا على يعني عدد كبير من مطرباتنا اللي حقيقه ما نعرف كثير عنهم. طيب نظر، يعني شنو خطواتك الجايه؟ يعني تفضل. حاليا اشتغل على الالبوم الجديد اللي راح ينزل ان شاء الله على السنه الجايه. عندي مشاريع جديده، نزل أغنية ديزر ديزرت اللي احتضنتها قناة الشرقية وأغبت الفيديو كليب اللي كانت مع الفنان أرابيسك ومن إخراج أختي نايرة عماد. أكون يعني العائلة كلها العائلة كلها قادمة اللقاء مع أختك كمخرجة. حاليا هاي الأغنية نزلت بريميكسين بالبرازيل، نزلت يوم 24/7، ونزلت لي أغنية جديدة أخذت البداية منها من يعني مقطع جلالول يا ولد يبني، غنيتها بالبداية وكملتها كمقطع رقصية مثل ترنيمة لطفل بينام. نزلت قبل شهر تقريبا للأسواق، وحاليا موجودة على الآيتيونز. وقبل يومين أكشولي طلعت لي أغنية جديدة اللي هي اسمها Another Dream أو حلم آخر، مع الفنان صلاح من اللي هو أصلا من المغرب بس حاليا عايش في ألمانيا. أنا كل النجاح والتوفيق لك نوفا، وأكيد إحنا راح نتابع نجاحاتك وأخبارك. شكرا جزيلا، وشكر خاص لقناة الشرقية اللي خلتنا نحس بالتواصل ويا الناس
يعني ويا شعبنا ويا ناسنا سواء كنا داخل العراق أو خارج العراق. شكرا، تحياتنا للعائلة الكريمة. To shake amongst blanks of the loaded guns. You miss some homegrown pupils of pain tones. Happy berry moans of variables unknown. Can't do skin tone of Cleopatra clones. Mummified bones of the Cupid's love loins.